وسهلا بيكم. وصلنا اخيرا للجوله النهائيه. وحط طب اقول ان احنا في الجوله النهائيه الاول، بعد كده هيحط لايك من نفسهم. طبعا هتحطوا لايك كتير جدا للفيديو ده علشان دي الجوله النهائيه، وزي ما وعدناكم ان يبقى تحدي كبير جدا ما بين الشيف ندى الوجه الجديد في القناه، لان ندى احنا ما كناش نعرف ان عندها موهبه الطبخ دي، وظهرت بالصدفه في القناه. وطبعا وفاء الخبره والبركه البركه اخيرا بقت بركه. هي وصلت لكده حاجه حلوه، حاجه حلوه بجد. وحشوني دي الجولة النهائية يا جماعة، تضغطوا لايك للفيديو ده. والناس اللي ما شافتش الجولتين الأخار، عايز أقول لكم إن نادى الجولة الأولى حسمتها ب 175 ألف لايك، وده رقم كبير جدا. ووفاء الجولة الثانية حسمتها بفرق قليل ما بينها وما بين نادى، وقدرت إن هي تحقق الفوز وكسبت في التصويت اللي عملتوه على الانستجرام، وقدرت الحلقة بتاعتها توصل ل 135 ألف لايك. وده برضو ده معناه مجموع الحلقتين 310 ألف لايك. الحلقة اللي احنا فيها دلوقتي دي الحلقة النهائية، ودي اللي هتحسم المسابقة كلها. والمطلوب من الاتنين الجوز دول ان هما يتفوقوا على نفسهم، لان الجمهور برضو هو اللي هيحكم. والاكلتين اللي هيطلعوا النهاردة يا ترى هيكونوا ايه؟ وانا زي ما وعدتهم في البداية، اللي هتكسب فيهم تتحكم وتعمل اللي هي عايزاه، والشرط الوحيد العمل الخير اللي هو 10% وان شاء الله 10% اقل حاجه اقل حاجه في المكسب اللي انتوا هتعملوه يبقى 10% او اكتر. وعايز اقول لكم حاجه، انا مش هيأس رغم ان ناس كتير معانا ده، حتى لو عملت الاكل غلط بس انا مش هيأس. لا مش كده خالص، هم بيشجعوا ندى وكلنا بنشجع ندى، حتى وفاء كمان بتشجع ندى. بس عايز اكسب. بس وفاء ده تحدي يا جماعه، وهي طبعا ليها حق ان هي عايزه تاخد التحدي وتكسب، ده حقها. وندى طبعا كمان يعني داخله الموضوع بحماس زي ما انتوا شفتوا، وقدرت ان هي جابت لايكات على مني بالظبط كده. يلا نشوف دلوقتي التحدي بتاعنا ونبتدي الجوله. زي ما انتوا شايفين دي الاكلات اللي باقيه من الجولتين اللي فاتوا. المفروض دلوقتي ان زي ما قلنا ان هيسحبوا تاني اكلتين مختلفين ويعملوهم باعلى جوده ممكنه. وطبعا لاهميه الحلقه اللي احنا فيها دي، فطبعا ما كانش ينفع ان انا ابقى ماسك الكاميرا، لان الحلقه مهمه ومهمه جدا، فكان لازم يبقى معانا مصور كبير جدا وعبقري جدا وكلكم عارفينه جدا وبتحبوه وبتطلبوه. وهو وعدني ان الحلقه دي لو وصلت 100,000 لايك في اول يوم يظهر معانا في توزيع الجوائز. شكرا ليحيى، شكرا شكرا يا يحيى ان انت ماسك لنا الكاميرا في الحلقه القويه دي. بس عايز اقول حاجه ان هو بيدي صوته لندى من غير ما يشوف الاكل اصلا، فده لا ظلم. لا يا يحيى اياك والظلم. لا 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 لا, لا, لا. يحيى لما بنساله على التحدي بيقول انا بدي صوتي الاول لندى وبعد كده اروح اتفرج. فده طبعا لما هو لقى الموضوع كبير فقال لي لا، الحلقه النهائيه لازم اصورها بنفسي. فتحيه تاني كبيره ليحيى. اجي احضرها لايف. قول اجي احضرها لايف. طبعا الحلقه اللي هتبقى فيها توزيع الجائزه واللي هنشوف فيهم مين اللي هتكسب وهتكسب كام، وهنشوف اللي هتكسب هتعمل ايه وهتعمل عمل خير ايه بالظبط. تاخد تصويت يحيى لايف ماشي قدام الكاميرا ويدوق الاكل ويحكم. ايه من ورا الكاميرا، من ورا الكاميرا. والله انا اخد صوتك من ورا الكاميرا ماليش فيه. خلاص ماشي، ما ندوقك الاكل من ورا الكاميرا. ايش يا زميلي يا اسطى؟ يلا نبتدي. سموا الله وانا عايز تركيز. روح رياضيه عادي لو خسرتي، عادي يا ماما. انا لو كده لو خسرت برضه عادي مش هلحق. ماشي ماشي خلينا احنا رياضيه ست. طبعا ندى مركزه ومش عايزه ترخم نفسها بالمقدمه والكلام والكلام ده كله، هي مركزه دلوقتي. يا ترى ايه الاكله اللي هتطلع لها وايه الاكله اللي هتطلع لوفاء؟ الموضوع الموضوع مثير جدا، مثير جدا. وانا يعني لغايه دلوقتي حظي وحش، لان لغايه دلوقتي ما طلعش المحشي خالص، وانا بتمنى ان هو يطلع النهارده في الحلقه دي علشان احس ان انا كسبت حاجه. يا رب المحشي يا سيدي، ده نفسي تعمل لك محشي. انت نفسك تعملي لي محشي؟ فكري قوي. لا نفسها تعمل لي محشي وثقة كبيرة طبعا. ما شاء الله. ليه بقى؟ مش عشان المحشي صعب، ولكن دي أكلتي المفضلة واللي وخط أحمر، فاللي يعملها غلط أنا بفرمه. اللي بيعمل المحشي غلط بفرمه. لو طلع لك المحشي في يوم وعملتولي غلط اتحرر. انا واثقه من نفسي، انا اطلع اجري لو طلع لها المحشي. بالظبط. انا خسرت وشي.
يعني هي لو طلعت محشي انت هتبقى خسرتي. طب ممكن ما تعرفش تعمل. ما شاء الله بتعمل كل حاجه حلوه جت على المحشي. خلاص هنشوف. يبقى لو طلع النهارده لا تراجعوا على استسلام وتنسحبي لو طلع لا محشي. ماشي. لا بس انا عايز اكسب. ماشي خلاص خلينا نشوف الاول ما نسبقش الاحداث ونشوف الاكلتين اللي هيطلعوا. سموا الله يلا قلبوا الورق وحد فيكم يسحب الاول. سمي الله وابتدي مش كل مره انا ابدا. بسم الله. بسم الله. شيش طاووق ليه طلع لها شيش طاووق لهاش المحشي. معلش معلش يمكن يطلع لوفاء ويبقى باب السما مفتوح لي. يا رب يطلع يا رب. ايه ده ايه فكرت المحشي يا شيخه طاجن كوارع ورق عنب ماشي مش بس في ورق عنب ماشي ماشي الله الله انا كسبت كده مش عايز حاجه من الدنيا تاني خلاص كده مش عايز حاجه تاني كده يبقى معانا محشي ومعانا كوارع وندى معاها الشيش طاووق طبعا الاكلتين جمال اكلتك برضه بيحبها طبعا الاكله بتاعتي الجميله خدي بالك الناس بتكسبك اصلا لا 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 لا, لا, لا. ندى الناس لو بتشجعها فده صح وانا معاكم وانا كمان معاكم ان احنا نشجع وفاء كمان بتشجع ندى فهي اللي معلمها اصلا وده مش معنى ان هما بيتحدوا بعض ان هما ضد بعض لا خالص لا لا خالص ده بالعكس ده بيبرز روح التعاون ما بينهم وقد ايه وفاء علمت ندى بعض في كل حاجه في نشر الغسيل بتتحداني في كل حاجه بتتحداني ما شاء الله يعني صحيح تحديت طول الوقت انا زي كل مره هروح اجهز لهم الاكلات اللي هيحتاجوها كل الطلبات هجيبها لهم بنفسي علشان هم يركزوا في الاكل وما يروحوش هنا ولا هنا لا انا هروح يكتبوا لي الليسته بتاعتهم وهروح اشتري الاكل ونيجي نكمل ونشوف المحشي بتاع وفاء عايزين نشوف الحلقه دي هتوصل كام لايك عشان سعاده الحظ هتكسب الحلقه دي هنشوف بقى عدد اللايكات هيبقى على اساسه الجائزه بالظبط كده طبعا كده احنا الجولتين اللي فات زي ما قلنا لكم 310,000 معنى كده اللي هيحسم هياخد مجموع اللايكات بتاع الثلاث حلقات حاجه والله العظيم بناخد بالتصويت بتاعكم انتوا ما تفكروش ان حمد عشان بيحب المحشي هيكسبني لا لا لا, لا خالص تصويتكم انتوا انا كسبت 52% قصاد 48 واخدين بالكم يعني ما كنتش شويه لكن ندى لكن ندى الجوله الاولى حسمتها 73% 73% فرق التصويت لندى عن وفاء التصويت اللي هتصوتوها نمشي بيه يعني لو ندى كسبت انا راضيه والله العظيم مش هعترض بس محدش يصوت محدش يصوت دلوقتي انتوا تصوتوا بعد ما تشوفوا الطريقه والاكل ورد فعلنا على الاكل وتشوفوا رد فعل يحيى على الاكل بعد كده تروحوا تصوتوا وتشوفوا مين اللي يستحق المكسب طبعا الشيش طاووق بتاع ندى هيبقى خطير جدا ويا ترى هتعمل فيه ايه وتشوف الطاجن بتاع وفاء الشيش طاووق والاكله اللي هي تعملها يعتبر العيله كلها بتحبها مفيش غير حمدي بس اللي يفضل الكوارع عن الشيش طاووق خلاص يبقى انا دلوقتي خلاص مش هنتكلم في حاجه تاني وخلينا في التحدي وركزوا ونلم بقى الورق ده خلاص اخر جوله اللي هتكسب احنا لغايه دلوقتي متعادلين اي نعم انت جازتك انفر بس احنا لغايه دلوقتي متعادلين لا متعادلين لو لو وفاء لو ماما كسبت الجوله دي معنى كده ان هي هتاخد كل الجولات وكسبت كله لا ايه تكسبي كله لو انت كسبت تكسبي كله هي اللايكات كلها هو دلوقتي دي المرحله النهائيه يعني عشان انا لو خسرت والناس خسرت هتخسري كله هتخسر كل فلوسي لو خسرتي لو ندى اللي كسبت معنى كده اكنها كسبت الثلاث جولات مش الجوله دي بس والجوله الاولى هتبقى كسبت كله وبرضه انت لو كسبتي الجوله دي تبقى كسبتي كله انا الكلام ده انا قايله في اول حلقه ويتراجعوا الكلام بتاعي هتلاقوني كنت بقول كده اللي هتكسب اللي هتكسب هتكسب المسابقه مش كل واحده بحلقتها لان الحلقات متصله مرتبطه ببعض هي كده صدمتنا بس انا دلوقتي يا واخد دلوقتي يا نوع على موت يعني كده انا بحلقتي بس وده المطلوب انا عايزها تولع نار الله لا كفايه لعب كفايه لعب كفايه كفايه اهو يلا دلوقتي في حاجه من الامانه لازم اقولها ندى طلبت مني ان انا اجيب لها الشيش طاووق متقطع ومتفصص فانا ما اعرفش ده كده هي تجاوزت ولا لا بس هي طلبت مني ان انا لما اجيب من بتاع الفراخ الحاجه اجيبها متفصصه فما اعرفش كده اتقطعت حاجه متقطعه ومتنضفه على البتاع على طول فانا ما اعرفش هم كده تجاوزوا وان هم كده حد يساعدهم ولا لا لا ما هي طبيعي اذا كنت انا مقطعها وجوه متقطع طيب تمام ما فيش مشكله خلاص معاكم كل حاجتكم انا عايز تركيز ويلا نتوكل على الله بسم الله اول حاجه هنقع الفراخ المتقطعه احط لها خل وملح وليمون واسيبها شويه في الميه 10 دقائق بسم الله هنا بقى وننقع الكوارع هنحط عليها خل وملح وليمون حطي معلقه طحينه الطحينه حلوه قوي للزفاره ولو ما عندكش طحينه ممكن تحطي معلقه دقيق وتحطي معلقه سكر وتسيبيها منقوعه في الميه عشان تشد الزفاره ما يبقاش فيها اي زفاره هنجهز هنا بقى التتبيله
معايا كوباية زبادي وبصلايه وليمونه وفص توم وفلفل وطماطم، معايا البهارات ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وبهارات شيش ورق لورا وحبهان وزيت زيتون، واضرب كله في الخلاط واحطهم في حاجة اقلب فيها. اقلب الفراخ اللي غسلناها كويس واركنها لمدة ساعتين. بعد ما غسلت الكوارع كويس وتأكدت ان ما فيهاش اي شعر، لازم تتأكدي من المعلومة دي وتكوني غسلها كويس، تحطيها في حلة وتنزلي عليها بصل وجزر ورق لورا حبهان كل الملكهات اللي عندك، فلفل عايزة تنزلي معاها فص توم، وتحطي بهاراتك زعتر وتحطي ملح وقرفة، المهم ان انت تبهريها كويس، بس بعد ما تاخد التشويحة ما تنزليش البهارات لما تتشوح، وتحطي طماطم وتنزلي عليها بالماء المغلية وتغطيها وتسيبها تستوي، وما تنسيش معلقة السكر عشان تساعد معاكي في السوى. وهنعمل هنا بقى تسبيكة الورق العنب، هحط معايا فلفل مقطع فلفل اختياري، عايز تحطي حامي بارد براحتك، وتنزلي بالبصل، وما تحطيش البهارات لما برضو البصلاية تحمر معاكي، الملح والفلفل والكمون والكزبرة واي بهارات انت حابة تضيفيها على المحشي، مفيش اي مشكلة، حسب مزاجك دي ذوق. وهنا بعد ما تتسبك معاك هتلاقي الزيت عايم على الوش كده، تعرفي ان هي اتسبكت. معانا هنا بقى الورق العنب، اديته غلوه وعصرت عليه ليمون، هو ورق عنب جاهز بس عادي يعني لازم تديله الحركه دي عشان تشيل منه الطعم اللي بيبقى فيه. وهنا بجهز عجينه، هقول لكم ليه دلوقتي. حطيت كوبايه دقيق، معلقه لبن بودر، معلقه سكر صغيره، نص معلقه ملح، وبتعجنيها بشويه خميره وتسيبيها تخمر. وهنا بجهز بقى التسبيكه بتاعه الكوارع، حطيت ثوم وكزبره ونزلت عليهم بصلصه، لو عندك صلصه عاديه او اي حاجه حطيها او طماطم فريش. جهزت هنا الخضار اللي هشوي مع الشيش، فلفل الوان وبصل، وقطعه كله مكعبات. ودي بقى الخلة اللي هعمل بيها الشيش. اول حاجة لازم تنقعوها في المية الاول، علشان لو اتحطت ناشفة زي ما هي هتتحرق. وبعد كده هبدأ بقى ارص الشيش واحدة واحدة بمزاج، همسك خلة خلة وابدأ احط الخضار الاول، البصلة وراها الفلفلية، وممكن تحط طماطماية، وبعدها احط حتة فراخ من الشيش، وبعد كده ارجع احط خضار تاني واحط وراها حتة شيش تاني واحط تاني خضار تاني كمان حتة شيش كمان، واخر حاجة احط طماطماية شيري، يبقى شكلها كده زي الكريز. واخلص كله بنفس الطريقه واخلي كله بالشكل ده. نكمل بقى خلطه المحشي، احط الملح واركن شويه على جنب قبل ما احط الخضره، وهقول لكم هنستخدمهم في ايه. ومعايا هنا الرز المغسول، اقلبه كويس واظبط الملح، ولو عايزه تحطي بهارات تاني غير اللي احنا حطيناها، انا بحب ازود بهارات في المحشي وبالذات القرفه. وهنا بقى ورق العنب، بعد ما ادينا له الغلوه بالليمون هبدا بقى انا ارصه بمزاج عشان الفه على ما الكوارع تستوي. انتوا عارفين اي كوارع في الدنيا لازم تاخد سوا، انا حاطه لها سكر بس تهدى عليها وتسيبها تستوي براحتها عشان تبقى دايبه كده وحلوه في الطاج. ابدا بقى ان انا الف واركن على جنب واعمل الكميه اللي انا هعملها على السريع، الطريقه دي بتنجز معايا بتكون اسرع. هنا بقى الكوارع بعد ما استوت وبقت 100 احط لها الملح، ما تحطيش الملح على اي حاجه بتاخد سوا الا لما تستوي عشان ما تزودش وقت السوا. هنزلها بقى في التغطيه اللي انا عملتها مطوم، واديها كده غلوه فيها تشرب منها، وارجع بقى اشيلها من على النار، ما سيبهاش طبعا تدوب اكتر ما هي دايبه، هي بس تاخد من طعمها. وهنا جهزت خضار اللي هستخدمه في الطواجن وفي الحلل، بصل، بطاطس، جزر، فلفل، ثوم، ليمون، كل ده هيخلي لك الطاجن بتاعك جبار، جربيه هيعجبك قوي باذن الله. شرايح الليمون مهمه جدا، والثوم تقطعيه برده كده شرايح، ونبدا بقى نرص بمزاج ونعمل الابداع بتاعنا. هتسويه بطريقتين، انا عملته في الحله وعملته في الطاجن عشان اللي ما عندوش طاجن. بتبداي ترصي الكوارع تحت في الحله، وبعد كده ترصي عليها ورق العنب، وهنا ده الطاجن، بترصي الطاجن وبعد كده تحطي الكوارع في النص تحت فوق زي ما انت عايزه، انت ومزاجك مش هتفرق. انا هنا حطيتها في النص مش تحت ولا فوق عشان الكوارع تبقى باينه لما اكشف، لان الطاجن مش بيتقلب. ولما تسقي طبعا الشوربه تكون مغليه، دي شوربه الكوارع سخنه مغليه، ومش تسقي السقيان العادي اللي هو على اخر صباع، لا تبقى ناقصه شويه كده، بصي يا دوبك تميلي الحله تبين معاك ليه، عشان ما تعجنش، لان انت حاطه خضار وحاطه كوارع، فخدي بالك من الحركه دي. والصلصه اللي انا كنت شايلها حطيتها على الوش، وده اللي هو هيستوي في الحله مش هيخش الفرن، غطيته كده وحطيت عليه طبق عشان يدغل. وهحط الطواجن برضو على النار قبل ما ادخلها الفرن على نار متوسطه عشان ما تفرقعش منك بس، وتسيبيها لما المحشي يستوي ويبدا بقى ان هو يتشرب. طبعا انا مش مطلوب مني ان اعمل الرز، بس انا عشان اقدم الشيش طاووق بتاعي يبقى حلو، دي كوبايه رز بسمتي، معلقه سمنه وشويه زيت، واحط البهارات، كركم، ورق لورا، حبهان، وقرنفل، وليمون مجفف. واول ما نزل البهارات في السمنه انزل بالرز على طول، واديله تقليبه وكون غاليه باين، ونزلها على الرز واغطي عليه، واول ما يتشرب ههدي النار. هجهز هنا بقى الجريل اللي هشوي عليها، وادهنها بالفرشه شويه زيت صغيري، ولازم اسخنها قوي، وانزل بالفراخ واديها صدمه من كل الاتجاهات، وبعد كده اشيلها واحطها في صينيه وادخلها الفرن.
وهنا بقى العجينه بتاعتي خمرت اللي احنا هنغطي بيها وش الطاجن، بس طبعا تسيبوا الطاجن يستوي على النار الاول، اديني قلت لكم اهو عشان ما تقعوش في غلط، تسيبوه يستوي على نار متوسطه، وهنا تفردوا العجينه خالص زي ما بتفردوا اي عيش عادي خالص اهو، ولا سميكه ولا رقيق. وهنا بعد ما تشرب معايا وتاكدت ان هو دخل على سوا، ما فضلوش غير تكه صغيره يعني هيقعد في الفرن معايا 10 دقايق، هقفل الطاجن وهو سخن بالعجينه اللي فردتها، وهجيب معايا شويه حليب مع قرفه مع شويه زيت، وادهن وش الرغيف عشان يبقى معايا بيلمع وشكله حلو، وحط حبه البركه على الوش نزين بيها، وادخله الفرن 10 دقايق بالظبط. شغلي من فوق ومن تحت، من تحت بس زي ما انت عايزه، مش هتفرق لان هو اصلا مستوي، بس هيبقى معاك يبقى بالشكل ده. الله ينور الله ينور ندى، خلاص خلصت الله ينور. ايه ده؟ ايه رايك؟ ايه الدلع ده؟ لا ولسه في حاجه جامده اجيبها دلوقتي. ايه هي؟ بص اوبا الله ينور يا ندى، تسقيفه كبيره 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 والله. مش اجمد من دي؟ تعالي بص هنا كده. طبعا التحدي المره دي قوي جدا. مش اجمد من ده؟ بص بقى وفاء جودت زي كل مره وعملت صنف جديد من الكوارع وورق العنب علشان خاطر تاخد بونت زياده، وعايزه منكم تصوتوا لها. وندى نفس القصة، مش مطلوب منها رز لكنها عملت الرز علشان برضو عايزة ان انتوا تصوتوا لها. طبعا عشان تكسبوني والنبي، كلكم دلوقتي شفتوا الطريقة، وهتشوفوا دلوقتي رد فعلنا على الطعم وهنقول رأينا، وهتروحوا دلوقتي على الانستجرام في الستوري بتاعي وعند وفاء وعند ندى، وهتصوتوا على الأكلة اللي تستاهل ان هي تاخد المسابقة كلها، هتكسبها من خلال تصويتكم. جاهزين؟ جاهزين طبعا. الله ينور يا ندى. الله ينور بنورك. مش الله ينور وفاء؟ الله ينور يا وفاء. طبعا الكوارع وورق العنب وحبيب قلبي، طبعا ورق العنب يغنيني عن المحشي. انا عايز اشوف بقى المضغط ده. طبعا وفاء كانت عامله لنا بيه تحدي قبل كده، وكلكم طلبتوا منها الطريقه، وللاسف الطريقه كان فيها مشكله في التصوير فما نزلتش، فادي الطريقه ونزلت قدامكم. ربنا عوض، ويا رب تعجبكم. خلصت ولا لسه ما خلصت؟ انا خلصت. لا هما الاثنين مخلصين سوا. طبعا كان في تعاون مشترك، والاثنين كانوا بيستخدموا البوتاجاز مع بعض والفرن والخلاط، واستخدموا كل المعدات، وكان في تعاون جميل صراحه. يلا نجيب الاكل ويفرق. يلا بينا. الله ينور يا وفاء. طبعا وفاء زي كل مره هي اللي بتفرش لنا الترابيزه، هي وبلال ومحمد. تعالوا نساعدكم بقى المره دي. بسم الله. انتوا جاهزين كده؟ اه كنا جاهزين. بسم الله يا رب اكسب يا رب. طبعا ان شاء الله انتوا اللي بتمنى لكم انتوا الاثنين تكسبوا، ومش عايز حد فيكم يزعل من رايي. اكل النطه حلوه، اكل النطه حلوه. انت من اول انت لسه ما تقوليش حاجه. هو انا موجوده في الفرن. هي المره اللي فاتت وفاء قالت، وفاء الصغيره قالت ان اكل امها كان احلى، وده معناه ان هي مش متحيزه الندى وخلاص، هي بتقول رايها على الاكل اللي بتحبه على فكره. حطوا لي لايك وشجعوني، وهنوصل دي اخر حلقه، يا رب اكسب ان شاء الله. تكسبي يا ندى. اكلك حلو، اكلك حلو. ماشي يا كوكي. انا عايز افتح باب العداوه واشوف شكله. طبعا الكوارع لازم يتشمر لها علشان لا. وفي حاجه بقى، استنى اما افتح كده وتشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تفتح انت. لا افتح انت، انا مالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر يا سيدي. لا هاتي لي العيش ده. العيش ده بتاعك لسه برده. ورينا ورينا امكانياتك ندى. الان انا احسن اكون انا منبهر. العيش خدي حته. يعني هتكسبيني ولا هتكسبي ندى؟ خدي ندى. صريحه قوي. دي بقى دي ايدي. ماشي يا قلبي قلبي يا ناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اوبا فظيع فظيع الطاجن فظيع. اوبا لا 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 خطير. يا رب اكسب. خطير خطير خطير. مظبوط وملعون مظبوط. بس انا عارفه ده بتاعك يا ندى. هات يلا. مركزه مع ندى قوي. طب احط لها انا اهو قدامها اهو. اه اديها. مركزه معاك ندى. طب خدي طبقك وانا قدامي طبقي. ماشي. انا هاتي لي بقى شويه الرز. يا سيدي تحفه يا سيدي والله. لا الله ينور يا ندى. انا هدوق اكل ندى. اعرف لك لما تخلص اكل ندى. انا هدوق الاول. ده بحبه. هي عارفه نقطه ضعفك وحطيت لك الحاجات اللي بتحبيها. طب يعني اعرف لك ولا انت بتحبه؟ بصي انا هدوق الاول اكل ندى واقول رايي عليه واقيمه من 10 زي كل مره، وبعد كده ادوق اكل. هو من الواضح ان كله عمال ياخد من اكل ندى. ما هو احنا علشان ميالين اكتر هم للشيش طاووق، وانا هدوق علشان انا ايه الكوارع يعني، عشان لو حطيت ايدي في الكوارع مش هينفع اسيبها. مش انا هستنى ولا اخرب. بسم الله. والله كلي وقولي رايك في اكل ندى برضه. خايفه وانت تاكلي من الكوارع وتقولي رايك. ماشي ماشي. انا هبتدي باكل ندى برضه عشان ما ادهولش نفسي.
ادوق الرز الشيش طاووق. انا صراحه والله العظيم ما الاقي فيه غلط والله لا فعلا شاطر يا ندى. تحيه كبيره 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 صح. واللايك ده مخصوص يبقى لنا علشان خاطر فعلا الاكله دي تستاهل من قلبي 9 من 10. ده معناه ان انت خدتي الدرجه النهائيه 9 من 10. 9 من 10 في الاكله دي. الحمد لله يا رب الحمد لله. بس هو تعليق عليه مستوي يعني وتتبيلته حلوه فعلا ولا حادق ولا دلع. هي ابتدت الملح المره دي. شاطره يا ندى لايك. وشكلها ثابته في التتبيله كتير لان شارب من طعم التتبيله. وانا لو كسبت ان شاء الله ملك كلكم فجاه كبير قويه. معقول؟ اه دي مش رشوه. انا برضو لما اكسب ان شاء الله هعمل لهم فجاه قويه مش لوحدك على فكره. المهم ان احنا نتظبط. تمام كده انا ايه قيمت اكل ندى تمام. معلش يا ندى استنى بقى اغرف لك كوارع. اه دوقني بقى الكوارع والمحشي علشان نقول راينا ويحيى يقول رايه كمان. وانا كمان عايز نقول الكوارع والمحشي. ده مستوي بطريقه وده مستوي بطريقه. ما انا دوق ده الاول انا ده كده كده عارفه. لا ما هو ده الكوارع برضو. اه عشان مره انت كنت بتعمليه باللحمه. فانت دوق وقول لي رايك. بسم الله. هات يا محمد طبق كده. هو حلو. دوت يا ندى؟ حلو جميل بامان استوي؟ اه حلو جميل. ايه شكلك هتديني 10 من 10؟ دو يا محمد مش قادر اتكلم اقسم بالله. الف يا سيدي يخرب عقلك يا لهوي مش عارف اكسبك ولا اكسبها. هي كمان 9 من 10. 9 من 10 والله كلها 10 يا جدعان. مش عارف اقول ايه. انا هاكل. انا مش هعمل حاجه غير ان اكل والباقي عليكم انتوا اللي تصوتوا للناس دي. الناس دي عامله اكل جميل والله العظيم جامد. بتقول يا رب ندى تكسب. انت حاطط صلاتك على هي عايزه ندى تكسب. اقول لك انا بقى تلاقي ندى وعادتها بحاجه بينهم وبين بعض صح؟ لا لا مش معنى ان انا تكسب بقى. سيبوني ماما. لا دوق الكوارع دي كده بالعيش ده. انت بتحب العيش ده؟ ايه ده؟ يلا كل. انت كل ده عشان تكسبي بنتك؟ بص بقى ايه الجمال ده؟ عايزين ندوق يحيى وناخد رايه. يعني انت كده كسبت أيوة. مين فينا؟ انا مش هكسب حد فيكم انتوا الاثنين كسبانين. وانت يا بلال مين اللي احنا كسبانين؟ الكوارع لسه ما دوتش الكوارع. انا اديته كوارع انا اقول احسن. لا خالص انا اكل محشي ما خدتش معاك. طب قرر استنى اجيب طبق ما خدتش معاك. لا لا والله 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 ويمين اتحاسب عليه الاكلتين اجمد من بعض فعلا. ما خدتش معاك يا روحي. بس طاجن الكوارع جامد. طاجن الكوارع خطير خطير. انا مش اكلت طبق احلى. محمد مع ندى معقول؟ خد يا بلال. ممكن هو ما بيحبش الكوارع. لا بحب الكوارع والله بحبها جدا. بس الشيش تاوك لايكه احلى. انا هو بيحب الكوارع مع الفك صح. هما الاثنين حلوين. يعني ندى اللي تكسب بالنسبه لك. اه وانت يا بلال هستنى اما تدوق وتقول رايك. عايزين الراجل اللي ماسك الكاميرا. انا لسه هدوقهم. انا مش عارف امسك الكاميرا منك عشان ايديا. الورق العنب جامد. ايه الورق حلو. الشيش طاووق بتاعك برضو عشان يعني مفيش اي تفاصيل في الاكل محتاج تعلق عليها. لا خالص خالص. لا نو كومنت. نو كومنت على الاثنين. نو كومنت على الاثنين. احنا الاثنين قاتلين التحدي ده عايزين نكسب. يحيى انا هدوقك الكوارع الاول ماشي وبعد كده الشيش. كده كده نادر اللي هتكسب. يا لهوي مش حاضر من قبل ما يدوق. بس قول رايك بصراحه بامان. ماليش دعوه مين يكسب. انت تقول اكل الاكله مين الاحلى. دوق الشيش برضو قول لنا. اجي امسك الكاميرا مكانك؟ لا قول لنا رايك بقى بصراحه وبامان. سمع الناس صوتك بامان. والله ما عارف اقول ايه. بحق الله يا رب يكسبك. هو الاثنين حلوين بامانه. الاثنين حلوين. يعني انت تدي صوتك لمين؟ لندى. بس يا لهوي برضه مفيش امل. تمام يا جماعه كده يبقى خلاص احنا عملنا اللي علينا. اتمنى حاجه ان انتوا تبقوا قاعدين وتدوقوا الاكل ده والاكل ده. والله العظيم الاثنين حلوين. حرام والله ان انتوا ما تدوقوش الاكل ده. يلا قولوا لنا بالهنا والشفا وروحوا دلوقتي جربوه. جربوا صوتوا على انستجرام ويا ترى مين اللي هتكسب فيهم. وانا بتمنى لهم والله الاثنين يكسبوا لان الاثنين يستحقوا. وسيبوني انا بقى مع نفسي شويه عشان انا كده مش قادر. عمي بقى كل شويه صوت لي على الشفا بتاعي. ماشي انا والله يا مراد مش الحياز. اه تحيز مش الحياز. ده يا شيخ مقنعه. انا ما دقتش حاجه قلت ده من غير ما تدوق.
الطاجن غريب جبار صح؟ اه انا بقول لك حتى كل انا خايف افضل اكل منه ما كل شيء عشان انا تزعل حتى كل طاقتي فيه عشان اكل انا استخدم دقائق كوكي ايه رايك صحيح؟ لا انا الاحلى ده ولا ده؟ دي برضو؟ ماشي متغيرش رأيها يلا نشوفكم ان شاء الله على خير في تحديات تاني ومسابقات قوية كالعادة نشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامة مع السلامة